في الفيديو ده النموذج الخامس والأخير لأسئلة امتحان الـ DMV اللي موجودة على الويب سايت بتاعهم. هنا بيقول لي أنت بتسوق عربية على الطريق السريع والعربية اللي قدامك دي شاحنة كبيرة، في الحالة دي المفروض أسوق إزاي؟ بعيد عن العربية الكبيرة اللي قدامي دي، المسافة تكون أبعد مقارنة بأن لو العربية اللي قدامي دي عربية صغيرة. على عربيات الشاحنات الكبيرة دي أسيب مسافة أكبر ما بيني وما بينهم. ودي أمثلة للإجابات الخطأ. ده هنا بيقول لي إن كل الحاجات اللي أنا هعملها دي خطر، بس في منها مش بس خطر، ده كمان غير قانوني. إيه هي؟ إن أنا أحط سماعتين بتوع التليفون الاتنين في وداني، سواء إن أنا بسمع موسيقى أو بتكلم في التليفون. ودي الحاجات الخطر اللي إحنا مش مفروض إن إحنا نعملها، اللي هي إن أنا أظبط المرايات الخارجية أو إن أنا أنقل حيوان بدون قيد داخل السيارة. يعني مش إن أنا بس أحط له السيت بيلت، لأ، أنا ممكن أحطه بطريقة أربطه بحيث إن هو يبقى آمن في المكان اللي هو فيه. دايما أقف قبل معدي شريط القطر. إمتى؟ لما يكون مفيش مسافة كفاية إن أنا بعد معدي إن تكون عجل العربية والعربية بتاعتي بالكامل بعيدة عن القضبان. ودي أمثلة للإجابات الخطأ. لما أكون إن أنا دايما بتبع العربية اللي قدامي بصورة إن المسافة اللي ما بيني وما بينها صغيرة، دي هنا بيسموها تيل جيت أو تيل جيتينج. في الحالة دي إن أنا ممكن أثير غضب السائق العربية اللي قدامي. هنا بيقول لي frustrate the other drivers and make them angry، والتيل جيتينج دي مخالفة كبيرة جدا. ودي بعض أمثلة للإجابات الخطأ. هل لازم إن أنا أسوق بصورة أبطأ من حركة المرور؟ لا، لأن ممكن إن أنا أسد حركة المرور لو أنا سايق ببطء. ودي بعض الإجابات لأمثلة للإجابات الخطأ. أنا شفت رجل إشارة في طريق في كونستراكشن، في عمل. في الحالة دي أسمع التعليمات بتاعته إمتى؟ في كل الوقت. ودي أمثلة للإجابات الخطأ. إمتى أقدر أسوق في حارة العجل أو حارة الدرجات؟ الحالة الوحيدة اللي أقدر أسوق فيها إمتى؟ لما أكون على بعد 200 قدم، ومش بس كده، إن أنا ناوي إن أنا أحود يمين أو شمال في الحارة بتاعة الدرجات. فلما أشوف السؤال ده، أول ما ألاقي أي حاجة في الإجابة فيها 200 قدم وإن أنا أكون أنوي الانعطاف، هي دي الإجابة الصح بتاعته. دي أمثلة للإجابات الخطأ. أنا ماشي وفي إشارة قدامي، بس الإشارة دي صفرة وبتنور وبتطفي، دي معناها إيه؟ معناها إن أنا أبطأ وأعبر التقاطع ده بحذر. مفيش إشارة صفرة لازم أقف فيها. هنا بيقول لي تتوقف، دي غلط، لازم أبطئ وأعبر التقاطع بحذر. في مكان انت فيه والمكان ده مفهوش عبور مشاة، يعني المكان بتاع عبور المشاة ده مش متخطط، وانت شايف واحد بيحاول يعدي الشارع الناحية التانية. في الحالة دي مفروض تعمل ايه؟ ان انت تقف عشان تديله الفرصة ان هو يعبر الطريق، يعدي الشارع للناحية التانية. مش معنى ان هو مفيش تعليمات على مكان عبور المشاة معنى كده ان هو ما يسمحلوش ان هو يعدي، لا،
اي حاجه، خصوصا في المشاه، لو انا شفت مشاه لازم اقف واديهم الفرصه ان هم يعدوا الطريق. ودي امثله للاجابات الخطا. لو في خطين صفر، واحد مستقيم وواحد متقطع، في الحاله ده يبقى معناه ايه؟ معناه ان العربيه، انا كسائق للعربيه اقدر اعدي من ناحيه الخط المتقطع. دي امثله للاجابات الخطأ.